ناخذ حريتنا. تواصلت الفعاليات والاحتجاجات الشعبية المطالبة بتحرك القيادة الفلسطينية في المحافل الدولية ردا على العدوان الإسرائيلي الأخير. في مدينة رام الله نظمت مجموعة من الناشطات الفلسطينيات احتجاجا أمام منظمة التحرير للمطالبة بتوجه القيادة الفلسطينية إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة إسرائيل على جرائمها وضرورة تفعيل منظمة التحرير. رسالة جئنا نوجهها للمنظمة لنحثها على أن تأخذ الدور الذي يجب أن تأخذه في ظل تحولها في السنوات الأخيرة لصليب أحمر فقط وليس أكثر. بدها محكمة دولية. وكانت القوى الوطنية والإسلامية اعتصمت وسط مدينة رام الله مساء أمس للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال في الضفة الغربية. اليوم هي رسالة واحدة للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، نحن مع المقاومة ونحن شعب لا يمكن أن ننكسر ولا أن ننهزم. ويشار إلى أن إسرائيل تشن عدوانا واسعا على قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي راح ضحيته أكثر من 80 شهيدا ومئات الجرحى لغاية إعداد هذا التقرير. من مدينة رام الله نزار حبش، تلفزيون وطن.